لطالما كنا ولا زلنا نعاني نحن مستخدمو التقنية الحديثة من مشكل نفاد شحن البطارية، وأكثر فئتين متضررتين من هذا المشكل هم أصحاب الهواتف القديمة التي تحتوي على بطاريات ضعيفة، أو خاصة الأشخاص الذين يكثرون السفر والمكوث خارج المنزل. الحل بالطبع هو باور بانك، ولكن هذا مشكل آخر، فمعظم الباور بانك التي تسوق في عالمنا العربي غير أصلية مع الأسف، فإما تحتوي على سعة قليلة أو إما يكون شحنها بطيئا جدا. معكم على الدين من قناة حمزتك، وسأقوم بتقديم مراجعة شاملة للباور بانك المقدم من شركة يوغرين مع وجود مفاجأة للمتابعين في آخر الفيديو، لذلك تابعونا. يوغرين بورتابل شارجر أو باور ديليفر كما شاءت الشركة تسميته، يحتوي على سعة 10,000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع بسرعة 18 واط. يأتي بمنفذين USB-C وآخر USB-A أو USB العادي بمنفذ 3.0، كما يتوفر به شاشة LED تشير إلى حالة شحن الباور بانك نفسه. منفذ USB-C يدعم من صيغة 5 فولت حتى 12 فولت الشحن السريع. باستعمال هذا الباور بانك يمكننا شحن جالكسي S10 بلس من 0% في 1.6 ساعة، وآيفون X من 0-50% في نصف ساعة فقط. الكاباسيتي الخاصة بالجهاز والتي تأتي ب 10,000 ملي أمبير تكفي لشحن جهاز آيفون XS 2.7 مرات، آيفون 8 4 مرات، هواوي B13 مرتين، أو سامسونج جالكسي S10 2.3 مرة. كما يدعم الأغلبية الساحقة للهواتف المتوفرة في السوق الحالي، حتى أنه يدعم شحن النينتندو سويتش. كما أن حجم الجهاز نفسه هو 6.7 بوصة، وهذا حجم صغير جدا، ويسهل عملية نقله من مكان إلى آخر، ويوفر إمكانية وضعه في الجيب. الباور بانك يشحن من 0% في 3 ساعات، ويعتمد على الفاست شارجينج في شحن نفسه. كما يأتي الجهاز بنظام حماية لتفادي أي مشكل أو إحداث أي ضرر بالهاتف أثناء الشحن، ويدعم بعض وضعيات الأمن كالأوفر فولتج بروتكشن والأوفر شارج بروتكشن أو الأوفر تامب بروتكشن، بحيث يحمي حرارة الجهاز، يحمي أي زيادة في الفولتج التي قد تضر الهاتف، ويتوقف آليا في حالة امتلاء البطارية. وتجدون روابط شراء المنتج ديسكريبشن. كانت هذه مراجعة شاملة للباور بانك، بحيث نتمنى أننا أفدناكم أعزائنا المشاهدين في هذا الفيديو البسيط، لكن المتعة لن تنتهي هنا، بل ننوي إلى وجود مسابقة على صفحتنا في فيسبوك للفوز بجيفت بوكس المهدى من شركة يوغرين أيضا، وتجدون الرابط في الوصف. إلى هنا تنتهي رحلتنا للفيديو اليوم. إن أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا سيما ضغط زر لايك لتدعيمنا على تقديم المزيد. نلتقي في قادم المواعيد.